بارك الله. اقول اكيد اني تابعنا الحين. لا لا عادي شغال. الله يجزاك خير. الله يجزاك. طقيت ثلاث من شريها من الحسن. بيض الله وجهك. اقول اكيد يتابعنا الحين الكثير من اخواننا وخواتنا واهلنا وربعنا، فبارك الله في من فاد ومن استفاد. نبي نسوي فعاليه بسيطه ابسط مما تتخيلون، وربما يعني تفرجون بها كرب ولا ترسلون فيها فائده للناس اللي يتابعونا. بنبدا من عند علي، وكل واحد منا يبي يمرها اسرع دعوه محافظ عليها وتشوف لها اثر في حياتك. كل واحد بيعلمنا بالدعوه اللي يشوف لها اثر في حياته ويشوف انه دائما ما يرددها واثرت في حياته. نبدا من عند علي وبعد خلف ورشيد وعبد العزيز ورياك. انا والله لي يمكن لي يمكن حوالي يمكن 4 إلى 5 سنين وانا في دعوه دائما اقولها في كل سجده في كل صلاه، اللهم اجعلني مقبولا عند الناس. لا اله الا الله. والله اني دائما اقولها. الله يقبلك. الله يقبلك. الله يقبلك. الله يقبلك. استجابها الله ان شاء الله يا الله يسلمك. خلاص دعوه دائما ارددها. ايه حتى بين السجدات، اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي. اللهم هذه كثروا منها. والمسلمين ادعوا لموتاكم، لا تسجون من موتاكم. ترى الدعاء انت دعيت للمسلمين جميع في قبورهم يصلهم دعاك ولك اجر. تخيل المسلمين من يوم خلقت الدنيا، من يوم جرس عليه الصلاه والسلام بدعوه الاسلام، انك تدعي للمسلمين اللي في قبورهم. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اجيت في قبرك بتعين من يدعي لك ان شاء الله. لو صرت تذكر موتاك وانت حي لا تخلوهم يدعاكم، لا والديكم ولا المسلمين اجمعين. الله يجزانا واياكم كل خير. رشيد ولا والله خليك جدي بس. لا لا صدق رشيد دعا تشوف انه اثر. والله دعاوي واجد. دعاوي عليك ولا لك؟ الا والله ادعي لي الا لجيت اظهر من البيت. دائما اقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. وهي الحمد لله تواصلت معي. الله يجعل حافظ. والامور ان شاء الله. عبد العزيز. دعوه بحد ذاتها ما في، لكن في شيء دائما اكرره اللي هو الحوقله. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت لها اثر حياتك؟ جدا. وفي حاجه وضبت عليها وغيرت حياه عبد العزيز 120 درجه. ابشر 108 عشان علي. رمضان اللي فات لا كنت بيم اعلام ولا كنت بيم اي حاجه. وكنت من واحد رمضان لين انتهى رمضان كل يوم اتصدق لو بريال. والله العظيم ما مر على رمضان اللي راح ورمضان هذا الا حياتي متغيره 180 درجه. لا 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 الله يكتب اجرك. انا اقول اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل لي عقده من لساني يفقه قولي. لا هذا دائما اردده لا في صلاتي ولا تدري هذا دعاء من؟ من؟ اللهم اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده اللهم اشرح لي صدري ويسر لي. يونس ولا موسى؟ موسى عليه السلام الظاهر هو اللي اكل الجمره فكان في لسانه اتوقع يعني. هذا الدعاء ما ادري وش فوائده بس سبحان الله دائما اكرره ولا ادري والله وش فوائده. الله يجزاك خير يا ولد. وياك. مرحبا يا ابو هذا. الدعاء يا وليدي اللي تدعيه دائما وتشوفه اثر في حياتك وتنصح كم يتابعنا تقول تجوده في الدعاء هذا. والله انا بعد اول شيء الله يبيض وجهك ويجمل حالك. وجهك ابي. انا والله ادعى واجد لكن فيه اثنين انا شبه يومي اكررها اكثر من 4 مرات 5 مرات. اللي واحده اللهم ارحمني فوق الارض وارحمني تحت الارض. لا نبعد لك. واما واحده اني والله اني ذاكر هذا الحين توني عادها. ها اللي يقول علي يتمنى خارك التعبير يا جمر المره دي. وفيها اللي يقول شو اسمه اللي الصباح والمساء اللي يقول الله مثل احنا عارف في الصبح ذا الحين اللهم اني اصبحت واشهدك وحملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك. هذه اصبحنا واصبح الملك لله. اي اللهم اني اصبحنا لا لا ما اصبحنا اللهم اني اصبحت واشهدك وحملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. يا الربع يتابعون ردد وليد بالله عيدها مره ثانيه. ايه الرجل قام يشتلونه كلنا يجيب من عنده. اللهم اني اصبحت واشهدك اشهدك وحملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. الله والمساء اللهم اني امسيت واشهدك وحملت هذه المساء. الله يجزاك خير يا ولي. اللهم امين. بالنسبه للدعاء
في دعاء انا اللهم امين، وفي دعاء انا بديت اقوله وشفت اثره في حياتي، اللي اكرره من مبطي اللي هو ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، الله يرحم موتنا من موت المسلمين. والثاني هو في كل سجدة أقوله اللي هو اللهم ارزقني القبول في قلوب المسلمين. لا إله إلا الله. وما مرت فترة وأنا دي عدد دعال لنا داخل وقد هنا جمهور، اللهم لك الحمد. الله يرزقك القبول. اللهم لك الحمد. علي معلش جبر علي توجه. طبعا كان فيه حديث والله أني ساج منه بس إنه كان أحد الصحابة أو الأنبياء إنه كان إذا قال حديث ذا وطلب من الله حاجة إن الله يكتبها له، اللي هو طبعا بعد التشهد الأخير حسبنا الله سيتنا الله من فضله. إيه حلو الدعاء. إيه دائما أقوله بعد الصلاة بس إن ذا ضيعني فيه. ليش تهمت بسرعة؟ حسب مو كذا مو كذا حسبنا الله سيتنا الله من فضله وانا على كل شيء وانا الى الله يرضى. حسبنا الله سيتنا الله من فضله وانا اليه راجع. يا الله ضيعني. وان الله على كل شيء قدير. حسبنا الله سيتنا الله. اثر غير هو يبي اثر في حياته. لا لا هذا دائما ترى اقوله فعلا هذا شفت اثر وشفت اثر في الحياه انها اني والله في اشياء اني تمنيتها وصارت لي، والله في اشياء اني تمنيتها صارت لي، لكن حسبنا الله سيتنا الله من فضله ان لله رغمون. اللهم افتح لي باب رحمتك ورزقك يا عادل الجلال والاكرام. الله يجزاك خير. جبر دعاء تنصح اخواننا واخواتنا يدعونه. الدعاء هذا سمعته وانا عمري 10 سنوات او 11 سنه في سجده كان جنبي شايب من شبان الجماعه. اي والله من عقب ذا السجده ذي وانا في كل صلاه وحتى لو بيني وبين نفسي ادعي الدعاء اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا مقلب قلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سمعت منك عبد الله في البزنس ومسكتها ليومك ذا ترى لك أثر في حياتي. أي والله كان جاي عبد الله. والله أنا سمعتها من عبد الله الفريدي في البزنس. أيوة كنا ساجدين واسمعها إيش اسمه استشعرت. أيوة والله العظيم. الله يرحمه. الله يخليك صح. والله أنا اليوم كذا وأنا أقولها والله. أقول لك أبو هدال قبل شوي. أقول لك أبو هدال سمعتها من شايب من شيبان الجماعة ولعاد راحت من بالي. الله اللهم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. لما الله ثبتك على دينه وعلى طاعته زانت امورك. والله يوفقنا وياك. هذا انا السجود ما خلف في كل سجود. الله يجزاك. اللهم ارزقني لذه طاعتك واحرم لذه معصيتك. هذا عندي. وارزقني ذريه الصالحه التي تعيني على طاعتك. والله افضل دعاء سمعت. هذا دائما انا اقوله وانا ساجد. اللهم ارزقني لذة طاعتك. انا حسيت فيه والله. اللهم ارزقني لذة طاعتك واحرمني لذة معصيتك وارزقني بذرية الصالحة التي تعيني على طاعتك. الله يجعلنا واياكم اللي مع الطاعة. الله يوفقك. انا طال عمرك انا شيء اللي اثر فعلا واشوف ان من عقبه يعني ان اللهم لك الحمد الدعوات اللي ادعيها يعني ان شاء الله انا اكثرها مستجابه والشيء اللي بي اللي هو هذا حاجة معروفة وأتوقع أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي الحامد والشاكر أكثر مما يعطي السائل. يعني ما هو بأنك تسأل فقط وتخلي الحمد والشكر. فأنا خذيت عهد على نفسي من فترة طويلة أني حتى في سجودي حنا في كل ركعة نسجد سجدتين مخلي حتى في الصلاة سجدة كاملة حمد وشكر فقط وسجدة ثانية أدعي بالله بشيء بيني وبينه. الله يجزاك. كل الدعاء اللي في خاطري يقول. ففعلا من عقبها لاحظت التغيير ان دعواتي ان شاء الله بعد اذن الله انها اغلبها مستجابه. فالله الله فالحمد والشكر مثل ما تسال احمد وشكر. ولا ان شكرتم لازم تدعوا. انا في دعاء اكرر دائما واسال بعد ما ادعيها اسال اللي هو اللهم ارضى عني وارضي والدي عني. كل ما اخذت ثلاث ايام اربع ايام اما رساله ولا مكالمه انت راضي انت راضيه والحمد لله ما فيه الا الرضا. الله يوفقك رب العالمين. الله يخليهم لك ويجعلهم. انا بعلمكم. ثامر 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 مدعث ثامر صحح العلي هادي كفي. ها لا شو اسمه فيه دعاء ادعيه من يوم وعيت على الدنيا واتمنى انه يحصل
اللي هو في سجودي يقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت. هذا سمعته من ابن باز جعله في الجنة، يقول لقدك ساجد عقب ما تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، يقول قلها اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، واللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت، واللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الله يجزاكم خير. أنا بقول لكم شيء أنا أسويه وما أدري هو صح، ما أدري هو خطأ، ما أدري أنا غادي، ما أدري. مير أحيانا إذا جيت أصلي قد تخيلت نفسك واقف قدام مثلا الملك سلمان بن عبد العزيز أو ملك دولة، قد تخيلت نفسك واقف قدامه وتبي من حاجة، تحاول تسوي كل شيء عشان يعجب فيك الملك هذا ويعطيك اللي تبيه. والله العظيم يا عيال شوفوا، أنا اللي فاهميني صح كثير واللي فاهميني خطأ كثير، وهذا حتى هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يوم يجعل لك الأعداء ويجعل لك المحبين هذا شيء طيب، لأن ما في أحد يجتمع الناس كلهم على حبه إلا شيء المهمش اللي ما حد يناظر فيه، لكن الشيء اللي يكون بارز تلقى له محبين وتلقى له أعداء، وأكيد أنتم جربتوا هذا الشيء. فأنا يوم أقول الله أكبر والله إن بيني وبين نفسي إني أتخيل إن الله سبحانه وتعالى إنه واقف إنه قدامي وإني منزل راسي وأكلم الله سبحانه وتعالى، ما أقول ولا دعاء من اللي قلتوه، لأن الله هو اللي خلقني وهو اللي يعرف أنا وش أبغى ويعرف لغتي. وأجلس أحياناً والله العظيم إني أسوي حاجات، أحياناً أقول قصيدة، مرة كتبت قصيدة وأنا ساجد في الله سبحانه وتعالى، ويا رب ساعدني وأنا العبد الضعيف، قصيدة طويلة طبعاً. ألهمني الله دعاء، ألهمني إياه متى؟ في كاريزما، وأغلبكم يمكن تابع، والله العظيم يا عيال إنها ألهمني إياه من دون ما أسمع أحد. الله يلهمك أحياناً دعاء تقول أنا منين جبت الدعاء هذا، هو الله اللي ملهمك. فتجودت في الحوقلة مثل ما يتجود الغرقان في القشة يبي يطلع، فأنا كنت الحوقلة ذي كل ما صار شيء ينرفز تخبرون ألبث وتحت ألبث وضغطه، تمسكت في الحوقلة كم مثل الغرقان اللي متجود إلا في قشة يبي يطلع، وطلعت وكانت الحوقلة معي إلين فقدت طعم الحوقلة في فترة من فترات السنين، ما عاد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثل من أول، وأنا أحسها. قلت وش السر؟ ليه قبل الله كان يلهمني أقول أبو قوة وأنا حاس فيها، إن الحين أقولها أحيانا أنساها من أول ما أنساها. فاكتشفت إن الله سبحانه وتعالى يلهمك حتى الدعاء المناسب لك. الحين أنا والله يا عيال ما ادري هذا هو صح ولا خطا، ما ادري عاد اذا اللي طالع فينا في الدين، اني احيانا اقول قصيده لي في الله سبحانه وتعالى اني اقولها له لله وانا ساجد، اني اسجد واقول له يا ذا الجلال العالي وذا الجبروت، يا عالم بقدار واسرار العبيد، اجعل لي بخت مع كبيرين البخوت وسدد لساني. يعني قصيده هي، ما قد سألت، بس أدري إن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقني وقال لي صل، أدري إن الله سبحانه وتعالى يعني هو المطلع على القلوب، يعرف وش في قلبي، فأنا أعامل الله سبحانه في كل صلاة كأني أمام ملك وجالس أبي منه، بس ما أبي أبي منه عرفت نظرة الرضا. إذا صفق لك الملك كيف؟ إذا الحين إذا جيت عند ملك وقلت تا 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 وصفق لك رجال ما عاد يقص راسك سيفين. فأنا أحيانا أحس إن الله رضى عني في الصلاة هذه، هو إحساس ترى يجيك. اسلم يا وسلامتكم. هذا الخشوع هي عبادة ولا هي دعاء، انك تكبر وخلاص تقرا الصلوات وتقرا الايات ولا تقرا بالله. الخشوع انك تستشعر انك امام الله سبحانه، ان الله قدامك، تستشعر الله قدامك. يوم تقول انا اقول قصيده، عند قصيدتك وش مضمونها؟ قصيدتك دعاء يا رب يا رحمن، أن تدعي الله بأسمائه سبحانه وبصفاته.